تركتني وحيدا وسط هذه الأشلاء. ممكنش بعد السنين كلها. سلسلة فلوكا. أولا كنشكر الإخوان اللي عيطوا لي نخدم معهم في هذا العمل، لأنه عمل متميز لا على مستوى الفكرة ولا على مستوى المكونات الفنية اللي فيه. فاحنا بيناتنا يعني احنا كنعتبروا راسنا كعائلة، يعني انك تجي دير دور او لا ضيف شرف او لا، دي بالنسبة لنا انا بحال درت العمل كله. انت لاحظت الدورة البارح كنا كنشتغلوا كعائلة، يعني كاين واحد الانصهار، كاين واحد التفاهم، كاين واحد الألفة اللي زوينة بزاف. ودائما كي قلت لك العمل مع سي هشام كتحس براسك في جو عائلي اساسي، وكتحس براسك مرتاح، وهو كيحرص على انك تكون مرتاح. وحتى الطريقه باش كيستدعيك او لا باش كيكبر بيك او لا باش كتخليك انك تتماهى معاه وتمشي، واخا يبغي له حكاع في شي بير. يعني انا عندي كنقول هذا الشيء بصدق، راه كلشي كيعرف ان انا ما كنزوقش، ما كنقول الحقيقه. انا كنتمنى انه يزيد يعطينا اكثر سي هشام، وكنتمنى انه يكون عندنا واحد العشرة المخرجين في المغرب بحال هشام، راه المغرب غادي فنيا غادي يطلع. اولا مدينه الرباط مدينه خاصه جدا، انا سكنت في الرباط مده طويله وكنعرفها مزيان وكنعرف امكانياتها. مدينه الرباط من اجمل المدن المغربيه، غير هي تعرفت بطبعها الاداري، خدات واحد السمعه اداريه، داك الشيء باش ربما الفنانين او المخرجين ما كتجيهمش الفكره انهم يصوروا. بالعكس مدينه الرباط فيها بزاف ديال الاستوديو. الا خدينا مثلا غير الودايه، الا خدينا مثلا الشواطئ ديالها، الا خدينا مثلا حتى المدينه العتيقه، فيها مدينه جميله جدا. يعني مدينه الرباط ما كتلفش فيها، مدينه الرباط هي كبيره ولكن ما كتحسش انك كدير مجهود الا بغيتي باش تمشي من بلاصه لبلاصه. مدينه جميله بزاف. ادعو المخرجين والناس اللي كيشتغلوا في الفن او في الحقل الثقافي انهم يكتشفوا، يزيدوا يكتشفوا هذه المدينه هذه، لانها مدينه جميله جميله بحق. فاش كنقولوا شكون هما الفنانين اللي ممكن انني نحلم نخدم معاهم، تقريبا راه خدمت معاهم ديجا، سيدي محمد الجوم، جبار لوزير، تاسوكين، بزاف. ربما اللي كنت كنتمنى نخدم معاه راه توفى قبل انا ربما ما نبدا هذا الميدان، هو السي العربي الطغمي، كان عزيز عليا بزاف. وكنتمنى نخدم كذلك مع 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 ممثلين اخرين. وهو شوف، هو اي ممثل كيعطي شي حاجه زوينه وكتحس به كيخدم وكيشتغل وكيشبه طريقه التعامل ديالك نتايا، اولا كاين واحد هذا كتمنى انك تخدم معاه. فكاينين كاع ممثلين ماشي غير الرواد، كاين ممثلين شباب اولا في لاج ديالنا اولا، هذا كنتمنوا اننا نخدموا اونصومبل. راه ديما كنتلاقاو وكنقولوا خصنا نشتغلوا، خصنا نديروا. فدائما كيبقى عندك اي ممثل شفتيه اولا تعاملتي معاك، دائما كتبغي تخلي معاه واحد البصمه. فلانه سورتو في الكوميديا، الكوميديا كتبغي واحد التفاهم، وكتبغي بزاف ديال التفاهم باش ممكن تخرجوا شي حاجه زوينه. وانا اساسا بديت بالدراما في البدايه ديالي، كانت تقريبا سنه 1999 كمحترف. كنت بديت بالمسلسل ديال حب المزاح ودوير الزمان، كنت درت فيهم دور درامي، كنت درت افلام دراميه كذلك، الملائكه لا تحلق في الدار البيضاء. ومن بعدها بدات المسيره في انطلاقا من عائله السي مربوح، بدات الاعمال الكوميديه. وبالتالي المخرجين كيفضلوا انني نكون معهم في اعمال كوميدي على انني نكون معهم في عمل درامي. وهو الصراحه ماشي مساله انهم ما كيعيطوا ليش في الدراما وداك الشيء، انا اللي شخصيا
كنفضل نتخصص واحد المود تاع العقل واحد المود تاع معينه، ولكن كنظن بانه الاوان دابا باش ندير اعمال دراميه باش عاوتاني الناس يشوفوا واحد الجانب اخر من امكانيات عبد الصمد مفتاح الخير. بالنسبه للاشتغال ديالي مع هشام الجباري، كان من اهم التجارب انا شخصيا اللي عشتها في المسار ديالي، بحيث ان هشام الجباري علاقته بالممثل علاقه خاصه جدا، فالشوا ديالو انه خصو يكون علاقه يعني علاقه تفاهم، وخصو يحس بالممثل. فهاد المسائل هذه بدات تقريبا بدات من العمل ديال دار الورثة اللي كان هو اول عمل اشتغلت مع السي هشام، كان من الاعمال الرائعه اللي دازت في التلفازه المغربيه. فهنا تكونت العلاقه مع السي هشام المخرج اللي جايب افكار جديده وجايب تناول جديد في المواضيع وجايب واحد الحساسيه اخرى اللي كتبان في الاعمال ديالو، يعني لا تقنيا ولا على مستوى المواضيع. اشتغلت مع السي هشام في دار الوراثه، مجموعه الاعمال دار الوراثه، بنت الناس، ولد امو، مجموعه الاعمال اللي صراحه كانت علامه بارزه في المسار ديالي. يعني بكل صراحه كنشكروا الاداره ديال هذا الاوتيل، هذا طور حسان، لانه بالتعامل ديالهم وبالاستضافه ديالهم كيعطيو كذلك قيمه للعمل الفني. فكنتمنى ان كاع الاوتيلات والمؤسسات السياحيه اللي في هذا الحجم انها تتعامل مع الحقل الثقافي، لانه الفن ما يمكنش يطلع غير بالفنانين، خاص جهات اخرى اللي كتدعموا من هنا ومن هنا باش ممكن اننا حتى حنا نطلعوا نديروا اعمال فنيه رائعه. فشكرا الفندق تور حسان على الاستضافه ديالو، على حسن الاستقبال، وهادشي كنقولوا ماشي قدام الكاميرا، هادشي عشتو. وانا دا حاليا في وسط تور حسان. شكرا لكم، شكرا بزاف الصراحه.